هذه هي الأقوال في عقد النكاح معنية في التحليل، لكن الشرط الثاني وهو الدخول بالمرأة يقال إنه يكتفى فيه بمجرد الخلوة، فهل هذا القول صحيح؟ الدخول الصحيح بالمعاشرة الجنسية أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، ولا يكتفى فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل لا بد فيه من اللقاء الجنسي. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها الثاني وهو المحلل ضعيف في الناحية الجنسية، يعني لم يجامعها، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة وهو زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وجاء في سنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع ولو لم ينزل. وهذا ما رآه الجمهور من الاكتفاء بمجرد الجماع ولو بدون إنزال. والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسي هي التنفير من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التريث في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله ثلاث مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يحل محله رجل آخر في التمتع بزوجته. من هذا يتبين الاتفاق على صحة الزواج ووجوب المعاشرة الجنسية. ورأينا الاختلاف في نية التحليل أو التصريح به واشتراطه في العقد، فعند أبي حنيفة أن نية التحليل شرطت أو لم تشترط لا تمنع من صحة العقد ولا من حل المرأة لزوجها الأول. وعند الشافعي قولان: قول كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبي حنيفة بالجواز، وتحمل الآثار الواردة في التنفير منه على الكراهة لا على البطلان والحرمة. وفي المسائل الخلافية لا يفرض رأي من الآراء إلا باختيار ولي الأمر أي الحاكم العام، والأمر في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجواز لأنه الراجح في المذهب، ولا مانع أن يختار ولي الأمر أي رأي من الآراء وبخاصة عند اقتضاء المصلحة. والله أعلم.